طيب نرجع بقى مرجوعنا للكورة، وكان الكلام على كيف عندما يغيب الأداء لا تغيب الشخصية، وحضور الشخصية هو اللي بيعوض أي هزات ممكن تحصل في الأداء وبيحقق نتائج إن شاء الله يتبنى عليها في اللي جاي بشكل أحسن. مباراة الأهلي والمريخ شهدت لقطة مش إيجابية قوي في ما بين الشناوي وما بين محمد هاني، إيه اللي حصل وإزاي شخصية الأهلي حضرت بسرعة في هذا المشهد؟ نشوف رأي الزميل إبراهيم عبد الجواد في أون تايم سبورتس. لقطة إن الشناوي بيعنف محمد هاني لقطة غير موفقة. اللقطة الأحلى والأجمل هي اللقطة اللي حصلت مع بداية الشوط الثاني، لما محمد هاني راح بس محمد الشناوي، محمد الشناوي شجعه والدنيا خلصت في 10 دقايق. هو دي أو هي دي اللقطة اللي أنا عايز أتكلم عليها. ليه؟ لأن المواقف الثانية أو اللقطة السلبية اللي حصلت دي، حتى لو هي لقطة سلبية، حتى لو هي لقطة مش حلوة مش موفقة، بس بتحصل، وارد إن هي تحصل. الفكرة أنت بتتعامل معاها إزاي؟ بتحلها إزاي؟ بتوقد الفتنة في مهدها إزاي؟ على طول الموضوع خلص مع بداية الشوط الثاني. ومن الذكاء والحكمة والفطنة ان انت تحلها بنفس الشكل اللي حصلت بيه. يعني كان ممكن ده يحصل في اوضه اللبس وخلاص، ويبوسوا بعض ويسلموا على بعض وخلاص وموضوع خلص، وينزلوا الشوط التاني والدنيا ما فيهاش اي مشكلة. بس بص الذكاء الاداري بقى، الذكاء الاداري في كيفية بروزة اللقطة واخراج اللقطة للجمهور. زي ما اللقطة السلبية حصلت قدام الناس وقدام الكاميرات، فاللقطة الإيجابية تكون قدام الناس وقدام الكاميرات، عشان تمنع أي كلام وتمنع أي أقاويل وتمنع أي حديث مش صحيحة. وكمان ذكاء إداري يحسب للنادي الأهلي إن الموضوع ده بيحصل بسرعة ويحصل قدام الناس كلها، فما حدش يقدر يتكلم ولا يزود ولا يقول ويعيد في الموضوع ولا يختلق أحاديث وتفاصيل ما تكونش موجودة. فطبعاً قرار صحيح من مجلس إدارة النادي الأهلي برفض وتوقيع أي عقوبة على محمد هاني ومحمد الشناوي. طيب هنا كلاش حصل لقطة حصلت سلبية مش إيجابية قوي، لكن سريعا بيتم تدارك الأمر وتكون اللقطة الأجمل يا باشمهندس في هذا اللقاء. ما هو قال زي ما قال لك ده ذكاء إداري. لما كانتش لحظة ان فوته على اي حد عايز يزايد على اللقطه اللي هي بتسمى سلبيه، انا بسميها لما تكون الدنيا مكعبله كده ممكن جدا يحصل لقطه زي دي، ان واحد يعني يسخن على زميله بس ما يتخانقش مع نفسه. هي الفكره كلها، هل هو بيتعالى عليه بيلبسه مسؤوليه ولا هو يعني نوع من انواع الغيره على الموقف نفسه؟ فهي اتخذت بحسن نيه، وده راجل الكابتن، والحقيقه محمد هاني انسان مهذب وشناوي انسان مسؤول، فبسرعه بذكاء دي اهم حاجه. الصلح بقى قدام الناس، عشان ما انت عارف ليه ما حصلتش قدام الناس؟ مهما قلت بقى الصلح وهيقول لك انت اللي بتلم وراه. لا اهي، فده مهم جدا.